افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء فعاليات مؤتمر إيميناكوم للتواصل الاستراتيجي للقياديين الذي تنظمه الجمعية الدولية لاتصالات الأعمال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور عدد من رؤساء الشركات وكبار المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية وبمشاركة ما يزيد على 200 اختصاصي وخبير في مجال التواصل الاستراتيجي من داخل البحرين وخارجها. على سبيل الحصر والذكر، تثبت الدراسات العالمية يوما بعد يوم وهي مستندة على طبيعة التجارب الواقعية للأشخاص الناجحين في حياتهم العملية وجود العديد من النسب المئوية التي تدخل في مكونات توفقهم الوظيفي. العنصر الأول وهو تحصيله العلمي، وهذا العنصر يمثل فقط 5% من عنصر نجاح المسؤول، والعنصر الثاني هو خبرته المهنية، وهذه تمثل 15% من عنصر نجاح المسؤول. أما العنصر الثالث والأهم من كل العناصر الثلاثة فهي عنصر كيفية التواصل والتعامل مع الآخرين، وهذه نسبتها 80%. في امتلاك فنون التواصل خاصية ترتكز عليها آلية تكوين ملامح الشخصية الريادية المميزة والتي تتسم بامتلاكها القدرة على التواصل والتفاعل والإلهام لتولي المناصب القيادية، عندها تصبح جديرة بتوظيف أدواتها في تبادل المعلومات وتحديد المسؤوليات وحسن طرح التوقعات. هناك متغيرات في وسيلة التواصل مع الآخرين، فأصبحت التواصل مع الآخرين أسرع وبكفاءة أعلى وباختصار، حتى أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تستعمل رموز مثل وجه مضحك أو وردة أو أي شيء لتعبير عن ما يريد أن يوصله الشخص إلى الشخص الآخر. وإنه لمن دواعي السرور أن نكون هنا وقد حظينا بفرصة التواصل والاستماع والحديث عن مجال الاتصالات مع المعنيين هنا من مختلف دول المنطقة. 50 متحدثا عالميا سيوظفون إمكاناتهم داخل ما يفوق عن 40 ورشة عمل ستجول في تضاريس 6 مسارات تتمحور حول التركيز على أهمية قطاع الاتصالات في الأعمال الاستراتيجية ومناقشة التحولات والمصاعب التي يشهدها هذا المجال الحيوي القيم بعوائده. إن التواصل الواضح والشفاف المبني على الثقة مع الجمهور المستهدف سبيل القائد الملهم نحو الفلاح الذي ينشده، فالرؤية والمعرفة والأدوات التي يتسلح بها قد لا تكفي في بلوغ القمة دون ما انتهاج أفضل طرق التواتر مع المحيط الذي يقطنه في أغلب أوقاته. لتلفزيون البحرين، محمد الرشيدات.